This program is brought to you by Paramount. Savor the flavor of the Middle East. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا برنامجكم الأسبوعي أمنيات. منتمنى لكم أوقات ممتعة برفقتنا. منبلش حلقة اليوم بفقرة الأخبار المتنوعة مع زميلتنا تغريد. أهلا بكم مشاهدينا إلى عرض لأهم الأخبار نستهله بالعناوين. الجزيرة تكشف عن وثائق سرية للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. عبد ربو يتهم قطر بالوقوف وراء وثائق الجزيرة. الرئيس اللبناني يصدر مرسوماً بترشيح ميقاتي لتأليف الحكومة. كندا ترفض استقبال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كشفت وثائق سرية اطلعت عليها الجزيرة أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبو غنيم بحسب خرائط قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحي الأرمن والشيخ جراح. كما وأظهرت هذه الوثائق أن مفوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة. وقد أطلقت شبكة الجزيرة موقعا جديدا سمته كشاف الجزيرة، يتضمن نحو 1600 وثيقة تتألف من أكثر من 6000 صفحة تسجل تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال العشر سنوات الأخيرة لاطلاع المهتمين على ما يدور بين السياسيين خلف الأبواب المغلقة. اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربو قطر بالوقوف وراء ما سماها الحملة التي تقودها قناة الجزيرة ضد السلطة الفلسطينية لتشويه صورتها أمام الرأي العام، ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقق من صحة الوثائق التي عرضتها الجزيرة. وقال عبد ربو أثناء مؤتمر صحفي في رام الله تعليقا على الوثائق السرية التي شرعت الجزيرة في نشرها الأسبوع الماضي إن قناة الجزيرة لا يمكنها أن تشن مثل هذه الحملة لتشويه سمعة السلطة الفلسطينية دون ضوء أخضر من القيادة السياسية في قطر. وأعرب عن شكره لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هذه الشفافية في كشف الحقيقة، وطالبه بالمقابل أن يكشف للرأي العام دور القاعدة الأمريكية بقطر في التجسس على الدول المجاورة وعلى الشعوب العربية، وأن يكشف أيضا علاقة قطر مع إسرائيل ودورها في دعم ما سماها قوى طائفية وبعضها يلعب دورا في تقسيم بلده والإساءة إلى الروح الوطنية فيه. أصدر الرئيس اللبناني ميشيل سليمان مرسوما رئاسيا بتكليف مرشح تيار المعارضة الثامن من آذار رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك بعدما حصل على ترشيح غالبية النواب في البرلمان. وتمكن ميقاتي من الحصول على تأييد الغالبية النيابية بعدما قرر زعيم الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط إعطاء أصوات كتلته النيابية لمرشح المعارضة الذي اعتبر نفسه مرشحا توافقيا. وكان ميقاتي قد وجه نداء إلى سكان مدينة طرابلس دعا فيه إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي إشكال مع أي أحد، وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية في إطار المشاورات النيابية إن الرئيس سعد الحريري صديق وأخ، وإن هدفه من الترشح إعادة طرابلس إلى الخارطة السياسية في البلاد، ولكن هذا لم يمنع من استمرار المظاهرات التي نظمها أنصار تيار المستقبل بزعامة الحريري في طرابلس ومدن أخرى احتجاجا على احتمال ترشيح ميقاتي. أكدت كندا أن أراضيها لن تكون ملجأ للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية أجبرته على الفرار إلى السعودية أو لأي من أفراد عائلته. ونقلت محطة CNN الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم إدارة الجنسية والهجرة الكندية ميلاني كارنكنر تأكيدها أن بلادها لن تصبح ملجأ لبن علي أو عائلته، مشيرة إلى أنهم ليسوا موضع ترحيب في كندا.
في غضون ذلك، أكد وزير الهجرة الكندي جايسون كيني قدوم بعض أفراد عائلة بن علي على متن طائرة خاصة إلى مونتريال، مشيرا إلى أن بعضهم يحمل إقامة دائمة في البلاد، مما يخولهم قانونيا حق الدخول والإقامة بها دون الحاجة إلى تأشيرة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام عرضنا الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، نترككم مع بقية فقرات برنامجنا، إلى اللقاء. لإعلاناتكم على برنامج أمنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزة ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور إعلاناتكم لمستوى أفضل. مع أمنيات بزنس أكثر ومدخول أكبر. أهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدينا. أما هلا سوا منشوف فقرة مميزة بيقدم لنا إياها زميلنا كمال طيب الأسماء مع وجه من الجالية. مشاهدينا كل الترحاب بكم إلى لقاء جديد مع وجه من جاليتنا العربية، وضيفنا في هذه الحلقة حل ضيفا علينا في حلقة سابقة، ونستضيفه اليوم لإلقاء الضوء على موضوعات ساخنة في الساحة العربية، ألا وهو الكاتب الصحفي في صحيفة الرأي الأردنية الأستاذ سلطان الحطاب، مدير مركز دار العروبة للدراسات والنشر في الأردن. أهلا ومرحبا بك أستاذ سلطان. أهلا أستاذ. بداية أستاذ سلطان، الوطن العربي يغلي كالمرجل، وهناك توتر ومعارضة ومقاومة وانقسامات وتفتت في جميع أجزاء الوطن العربي، وأنت ككاتب عمود صحفي يومي، ماذا ترى؟ أرى أن التجربة الديمقراطية أو دمقرطة العالم العربي تأخرت، وهو يدفع الآن ثمن هذا الإهمال كالمريض الذي لا يعالج أمراضه، لا تعالج وأولا بأول، وبالتالي يستفحل المرض وتصبح الكلفة عالية على المريض وعلى المداوي. وبالتالي أنا أعتقد أن عدم دمقرطة العالم العربي لأسباب كثيرة يمكن أن يتكلم فيها الواحد ساعات طوال، ولوجود أنظمة أدمنت الحكم ولم تؤمن بتداول السلطة ولم تؤمن بالحوار، وبالتالي لم تؤمن بالمشاركة ولا بتكافؤ الفرص، وبالتالي احتقنت وأصبح بينها وبين شعوبها طلاق وخوف وفقدان ثقة، وأصبحت الأنظمة تخاف من الشعوب، والشعوب لا تريد هذه الأنظمة، ولكن عمليات الخوف المتصلة، القمع ومناصرة الخارج لأنظمة الحكم العربية في الداخل والاستقواء بالخارج على الشعوب أوصل الحال إلى ما وصلت إليه. لكن ذلك يعني هذه الحلقات لا بد أن تكسر في نهاية المطاف، وما جرى في تونس إشارة واضحة إلى الرغبة أو إلى أن هذا الاحتقان بلغ مدى، وأنه حتى الغرب لم يعد يحتمل أنظمة ديكتاتورية أمعنت في التطرف في الاستبداد وفي نهب الثروات، وبالتالي ينكشف عنها الغطاء ويرفع الخارج يده عن الداخل فتصبح في مهب الريح. أنا أعتقد أن بؤر ومواقع كثيرة في العالم العربي مرشحة إلى ما جرى في تونس، والسعيد أو الذكي من اعتبر بغيره ومن انتبه إلى نفسه وعلى هذه الأنظمة، إن كانت لديها بقية باقية لأن تحافظ على نفسها، أن تلاقي شعوبها في منتصف الطريق وأن تقوم بعملية إصلاح جذرية عميقة واسعة وليست شكلية، أو تأتمر بالغرب أنه يريد أن تصلح نفسها، لأن الوصفات الخارجية قد تكون جيدة ولكن قد لا تكون مناسبة إلا لمن كتبها. الآن العالم أصبح تكتلات واتحادات ومجموعات، ونريد بعد هذا الفاصل أن نتحدث عن أما أنا لنا كشعوب وحكومات أن نستيقظ. نعم مشاهدينا، نعود بعد الفاصل لمواصلة حديثنا مع الأستاذ سلطان.